بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم بإذن الله تعالى عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. Jangan sesek menamuna hanan sin Allah Subhanahu wa taala iban sin amuin pag sukul niya pag puji pa Allah Subhanahu wa taala iban amuin pag saksi niya pa nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban law na in pagbisarahan sin kita niyo bihayaon amuna in pagyanon sifatus sifat sin sambahayan iban sin ununo na amuin atin niya aun parsupatan matukan niya. Al asal an al muslim yatatahhar fi baytihi. In karya sa lilong na, in kita niyo Muslim, subay siya hati niya ng lalano-lano na deng hawain niya pa. Well, bas ahsan thiyab. Iban, subay siya nananamung sinamung panamung marayaw. Wa yakhruj ila al-masjid fi sakina wa waqar, ya'ni fi sakina fil hay'a, fil harakat, وقار في الهيئة، يعني لا يكثر من الحركة أو رفع الصوت أو الالتفات أو يكون مشمر مثلا. إن مسلم لو نا سوى سيا وان سيا قموا رين هباين يبا مسجد سوى سيا قموا أسنا موين بقوا مهمبوت بكون سيا أموين إبال مكتماري إبان سنا موين مكبسارة مكتماري ملاد جو من فكبسارة نيا إبان أموين تلو نا إن كتا سوى أموين مهمبوت إن كتابهان من كتاب ما دينها فما يبايتا ويأتي إليها وهو يمشي لا يهرول ولا يجري إبان بان سيا لون منو بكون سيا من منو مأوس إبان بكون سيا دماغا فإذا وصل إلى المسجد قدم الرجل اليمنى إبان بان سيا لون دماغ بقنا في مسجد فلا وانسي مسجد فأونا هن نيا هتكام نيا إن سيكينيا دمبل دابت باتو وقال الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام ايوان اموين سبوتونيا اناموين دعاء بقصد بمسجد اموين كيابايتا دين النبي نتو محمد صلى الله عليه وسلم وهنا يلقي الدنيا خلف ظهره يعني لا يمكن ان يبيع او يشتري في المسجد دين دي لونا سواي اناموين دنيا رمسيا ما كاتنا بمسجد هي كاتنا نبتاي كودميا دي منجاري مقدران نتنيا مقدران ايوان مقبي حلوم سي مسجد أو يبحث عن شيء من المفقودات مثلا في المسجد ويقول من وجد لي كذا وكذا. أتوكان لون تا مكالاج سيرين هم أموين نالوا حلوم في المسجد بقوس بمنيا بمسيا مكوا إيمان نسيا يسيو كمورين كالوان في مع أموين بهاي أو يجعل المساجد يعني فيها حديث الدنيا كالحديث عن السياسة أو الحديث عن الحكام أو الحديث عن النساء أو ما إلى ذلك. Tawakan hinangon nila yung masjid amuin pagmitingan sa jabihan diyan na sin pagmiting hatungod sin pagpolitik pagmiting hatungod sin amuin pag pamuong mga sila kana Quran iban sin ununo na bihan aw al abath fi al ajhiza al mahmula hada al jawalat kan ya'bath fi al rasail aw fi al ba'd al arqam wa ghayr hada. Atawakan lang ta hinangon niya magpanayam siya sin mga amuin diara niya bihan sin mga cellphone at awa ununo na induun bihan hinangon niya pagpanayam na yaman niya amuin makalawa sin amuin waktu niya. Al asal an yataqaddam ila as-saff al-awwal. In karya sa lilong nabang kita makasul pa masjid subay kita magtuy-tuy matto pa amuin sapan panagnaan. Fa idha wajada as-salat qad uqimat. Apabila amuin abutan niya na in pagsambahayang kia tidug na amuin ikama yukabbir takbirat al-ihram wa yadkhul ala ma'al imam fi ayy hayya yakun alayha al-imam qa'im aw raki' aw sajid aw jalis bang niya lang na yabutan ti matakbir na atinen imam hus na ikamat subay siya sumud magtoy tumakbir iban atine umapas siya haununo na inamuin yabutan sin imam si buda nagtitidug nagruku atawa nagsusujud fa idha adraka al-imam حال القيام أو حال الركوع فقد أدرك هذه الركعة وإلا فيقضي هذه الركعة. من سوف ملونا أبو تنين إمام سأبو نكتي تدوغ أتوا نبروكو أبو تن أتنين أك أبو تسلم نسينا موين بجيان أنكر ركعة سنبهايا. وإذا وجد أن الصلاة لم تقم بعد فيصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس. من سوف ما نكسود سيلون نبمسجد أموين ويرون باكيا تدوغ إن إقامة subay in siya lang na sumambahayang amuin sambahayang tahiyatul masjid.
وإذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية ينوي بها السنة القبلية وتجزع عن تحية المسجد. مسلما إن سبحان كيسورنيا أتنيا يابوتنيا بمسجد أو سنة قبلية من جرينيا لو نعمين غنتيان أتنيا إن نياتنيا تحيات المسجد سنمو إن سنتنيا قبلية. قبل أن يبدأ بالصلاة لابد من الإتيان بشروط الصلاة. ها دي بس يا أموين مات تلوم تبيان بس بهايان سوي سيا أموين منا منا سوي دون كنيا إن بعيان شروط سين سبهايان. ومن أعظم الشروط الإسلام وضد الإسلام نصلى عافية السلام الكفر. دينها ما نصلى قولا بشروط سين سبهايان أمونين أعظم أتنيا إن سيا إسلام مسلم إن سيا. فمن صلى من يسب الرب. Isiyo isiyo ina muin siyam bahayang namumungmung siya pa Allah Subhanahu wa Taala. Awal ambiya wa rasul alayhi wassalatu wassalam. Atawakan pamanga sila amuin kanabihan ibang karasulan. Aw yastahzi bid-din al-Islam. Atawakanin sila mangudjung-udjung sila agama Islam. Aw yad'u ghayra Allah du'a ibada kaman yadbah kaman yusalli li ghayri Allah. Atawakan nangayo sila du'a du'aing dayha Allah Subhanahu wa Taala. Aw ghayr hada min anwa' ash-shirk. Atawa ununo na deng ha mga amuin tibaywan sin syirik amuin syirik dakula. Fahada la tuqbal salatu hatta tub min hadha ash-shirk. In katanya tulaw na ditur mataima inamuin sambahayang sin Jesus yo suway niya amuin tinggalan in katanya tu. Ash-shart ath-thani al-aql fala yasih an yusalli al-majnun. In syarat law na karwa amunen akal di atu manjari magsambahayang inamuin dupam. الشرط الثالث هو التمييز أي التفريق بين الأشياء. فإذا كان لدينا صغير يصلي وهو يفرق بين الأشياء نقول له قم يقوم اجلس يجلس فهذا معناه أنه ميز فصلاته صحيحة وإلا فصلاته باطل. إني كاتوني لو نأمون التمييز أموين أو نتاو سبي سبي با مكابينيك سيا سينياون إبان سينياون إني أتلو نأمون بانسيا مكاينات سينياون manjari ban sidi manjari bang yatto sia sumabahayang inyatto insa bahayang niya hatinya sahi. Ba'da hadha min ash-shurut an-niyya wa an-niyya mahallaha al-qalb wa at-talaffuz biha bid'ah. Pagubos lang na lang ashurut yatto hi kalimaniya amunen niyat inyat lang na in lokal tampat niya amunen atay isiusiu lang na inamuin naglabtik naglapal sin niyat inyatto lang na amunen pagyanong bid'ah. بعد هذا من الشروط رفع الحدث أي الحدث الأكبر والحدث الأصغر فلا يصح أن يصلي من عليه حدث أصغر كخروج الريح مثلا دون أن يتوضأ. إبان دينها من لون شروط أمنا إن سوي ولا دون كيمو إن حدث دقلا إبان حدث أسيوي كمان عليه حدث أصغر مثل خروج ريح وصلى ولم يتوضأ. سوباما أو أتنيا دون كنيا أتنيا حدث أصغر بأسم مع أمين لون تناك أطوب سيا إنيا تو دي مساهين أمين سنبهايان ميا بان سياري مقايل. أو حدث أكبر كمان مثلا احتلم وخرج منه مني ولم يغتسل وصلى فصلاته باطلة. إبان لو من أمين حدث دقولا بقيان أميني بأسين أمين aun gimwa dan kania mani atawakan nanarainup siya bang siya wala namay ko di wala siya namay ko inyat tumang siya si mabahayang di hati niya masahi inamuin sa bahayang niya. Wa min ash-shurut aydan izalat an-najasa an thalathati ashya an al-badan wa al-makan alladhi yusalli fi wa al-libas. Naam deng ha mga shurut law na amuin subay kaulapas deng ha mga amuin lumi najis yaun si mo dalong tanajis doon ha anuin ha tamungon mo at tawahabaran mo iban sinamuin halukal sin tampat sin pagsambahayangan mo. Wala po naman istiqbal al qibla. Iban suway tulong na amuin inikaw mangkos mambayang marap ko pa qibla. Fil fariza wa fil nafira. Dahing hamuin sambahayang mo pardo iban sin sambahayang mo sunnat. Wa fil hadar wa fil safar. Si mo dakan lang na sambahayang amuin ha hula mo iban natulak apag tulak tulakan mo. Illa anna nafila fi as-safar yasih an tusalla hayth tawajjahat bihi ad-dabba aw ar-rahila aw al-qitar aw as-sayyara. Sa law nain amuin pagsambahayang sunnat amuin hapag tulak tulakan kau atinya sumambahayang nasadya kau humarap kau amuin aw nunan harapan sinamuin siya sasakatan mo yaun. Fi nafila faqat. Inyan long ta inyan long nasin sheikh amuin hamanga sambahayang sunnat sadya. Wa min ash-shurut ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة. دينها مع شروط لو نبيان أمو إن سوي متو أتنيا تبون أن تؤدي أورات مياون إبن سين أمو إن سوي كاو أتنيا مرايو سامبول إن أمو إن بعتمو. وكذلك من الشروط دخول الوقت.
Dahil ang mga surut lang na amunain mangkosong bayang subay siya sumudin waktu. Fala isahan usalli salat qabla alwaqt. Di man jari kau sumabahayang bang amuin wala pa miyabutin waktu. Aw yata'ammad ikhraj as-salah an waqtiha. Atawakan atinya tuurun mu atinya palihunin waktu lain waktu niya sin sambahayang. Ata bis syurut al-an yabda bis salah. Bihayaw law na atinya amun atin surut. Bihayaw law na mari kita amuin bihayaun asambahayang. Yukabbir takbirat al-ihram بأن يضم الأصابع ويجعل باطن كفي جهة القبلة حذو الأذنين أو حذو المنكبين. أتني بعض ساتو مقبلة الحرام لونا سوين يا هيام كات إنا مين لمن يا يهون أمين ها كوان سين أغبان يا يهون إن أمين لمن يا سوين سيا أمين حرب بقبلة. نعم قائلا الله أكبر. إبان سار تا ممون سيا لونا الله أكبر. نعم ثم بعد هذا يضع باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى والرسغ والساعد وضع هكذا على صدره وبقبوس يتلونا كارينينا من لمن يهون ماري بهمو لمن يبيان هذا غارنيا أو يقبض هكذا قبض على صدره كذلك أتوا كان لون نبيان من قمبونيا قمبونيا من لمن يرون هذا غارنيا بيان من جاري يتلونك نعم ثم بعد هذا يقرأ دعاء الاستفتاح وقراءة دعاء الاستفتاح من مستحبات الصلاة من سنن الصلاة. فقوس تلوم سنشيك أبسيا مسا سنامين بجانون أمين ديكا تو أم دعاء الاستفتاح بيان. إن يترين هم سنة تلوم. نعم مثل أن يقول بيعلون سنامين ممونسيا سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ثم بعد هذا يستعيد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Biasa namin nasabutin si Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pag-uus siya tulaw na apasya masasin at a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, thumma ba'da hadha yubasmil bismillahirrahmanirrahim wa yaqra' al-fatiha kamila. Pag-uus siya tulaw na masasya sinamuin patiha yaun at inya ubusun niya kataan pajukupun niya. Thumma ba'da hadha yu'ammin yaqul amin. Pag-uus siya tulaw pag-uus niya masasin patiha apasya imyan amin. واستحب له قراءة ما تيسر من القرآن آية فأكثر أو سورة. إذن ما بواس لون رأيت سيونة إنما إن مسا كتاسين آية أتنيا آية هموك آية تتوكان هموك سورة. ثم بعد هذا يرفع يديه كما رفع عند تكبيرة الإحرام حذو الأذنين والمنكبين قائلا الله أكبر ويركع. بقوس يطلونا أبنيه أنكت إنما من لمنيا دون همين أغبانيا هون إذن سنتمون سنمين تينانيا هون Pagubus imyan si Allahu Akbar pagubus at pasya rumuko. Yaqbid ala rukbatay. Apa niya bihan umagpang siya mari pa amuin tuhod niya. Wa yaj'al adh-dhahr 'ala istiqama wahida ma'a ra'si. Subay lang na inamuin taykod sinamuin magsabahan yaon pawuntulon niya nagtutupad iban sinamuin uniya. Wa la yathni al-mirfaqayn ij'alha mamduda. Di niya manjari amuin paluhaunin biya si kunyan subay niya pawuntulon. Wa ينتبه من يصلي في البنطال ألا تنكشف العورة من خلفه لأن انكشاف العورة مبطل للصلاة. سبيلونا إن أمين سلا نتبانتالون أتنيا سبيل سلا هملي أميات سلا أمين جموين أورات نلا سبب إن دي منزري ككتان إن أورات. يقول في ركوعه وجوبا مرة واحدة سبحان ربي العظيم. بانسيا رموكو إميان سيا مساسيا سنموين مكامينسان أمين لونا سبحان ربي العظيم. واستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنيا مستحب سنة لونا أمين سبطانيا همانا أمين جموع دين أمين نسبت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول بألونا سين أمين تنيا بموه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بيسين نسبت شيكة دعاكنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس أمون كتان نسبت أمين دينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بين الركوع وبين الاعتدال يرفع يديه مع قول سمع الله لمن حمد حتى يعتدل ثم يقول ربنا ولك الحمد إذا اعتدل. Pag-uusat tulong na amuin bangkaw mag-itidal na atinya umangkat na kapataas yaon iban salta simpamumu sami Allahu liman hamida. Pag-uusat pa kayo yan ربنا ولك الحمد. نعم يقول ربنا ولك الحمد إذا اعتدل يعني بين الركوع وبين الاعتدال مع الرفع ويرفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده.
Bangkoy miyan Rabbana walaka alhamd amun ubus muna na kabuntul na kawihan. Bangkoy sa miyan sa miyan Allahu liman hamida amun haut sin atinya angkat mo pataas iban sin amun buntul sin panindog.